بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة نشرح مع بعض درس رقم 66 رياضيات للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. وإن ما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وما تنساش اشترك في صفحتنا على الفيسبوك الصف الثالث الابتدائي مع التأسيس السليم. ودرسنا النهاردة بعنوان محيط ومساحة الشكل في فقرة اربط درس رقم 66 في الكتاب صفحة 21. الإرشادات: اكتب ما تعرفه عن كل مصطلح من المصطلحات الآتية. المصطلح الأول المربع. احنا نعرف ايه عن المربع؟ طبعا ده شكله. نعرف انه له اربع اضلاع، تمام. بنكتب له اربع اضلاع، طول كل ضلع يساوي اطوال الاضلاع الثلاثة الاخرى، يعني كل ضلع من هذه الاضلاع هذا الضلع مساوي لهذا الضلع، وأيضا مساوي لهذا الضلع، وأيضا مساوي لهذا الضلع. إذن له أربع أضلاع متساوية وله أربع زوايا. لديه أربع زوايا، شايفين الزوايا في هذا المكان، أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة، وله أربع رؤوس. الرأس من الخارج رأس ومن الداخل زاوية، أدي رأس اثنين ثلاثة أربعة، تمام. وممكن نعرف محيط المربع ومساحة المربع. طيب محيط المربع الأول نعرفه إزاي؟ نعرفه عن طريق طول الضلع في أربعة، يعني مثلا هذا المربع طول ضلعه 5 سنتي، عايز أعرف محيطه في أربعة، 5 في أربعة يساوي 20، لأن المحيط مجموع أطوال هذه الأضلاع وهم أربع أضلاع، فإذا 5 في أربعة يساوي 20، إذا محيط هذا المربع 20 سنتيمتر. طب لو عايز اعرف مساحة المربع، خلي بالي وركز، مساحة المربع طول الضلع في نفسه، خلي بالي من كلمة نفسه، مساحة في نفسه، طول الضلع في نفسه، 5 في 5 يساوي 25، طول الضلع 5 سنتي، عايز اعرف مساحته هضرب 5 في 5، 5 في 5 يساوي 25، طول الضلع في نفسه و5 في 5 يساوي 25، ولازم اكتب سنتيمتر مربع. مربع اللي هي الاتنين دي معناها مربع، زي ما كنا ما نكتب مثلا 20 وحدة مربعة 25 سنتيمتر مربع. طيب تاني مصطلح يا أبطال، المستطيل. المستطيل اللي هو بالشكل ده، نعرف ان له ضلعان قصيران وضلعان طويلان. الأول ضلعان قصيران، تمام، متوازيان ومتساويان في الطول، يعني هذا الضلع متوازي ومتساوي مع هذا الضلع. وله أيضا ضلعان طويلان متوازيان ومتساويان في الطول، هذا الضلع متوازي ومتساوي مع هذا الضلع. المستطيل كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتساويان في الطول، وله أربع رؤوس، وأيضا له أربع زوايا، زي ما قلنا في المربع هذا المكان زاوية ومن الخارج رأس، زاوية رأس، كده ثلاث زوايا ثلاث رؤوس، أربع زوايا أربع رؤوس. محيط المستطيل يا أبطال نعرفه إزاي؟ عن طريق الطول زائد العرض في 2، يعني لما أعرف محيط المستطيل الطول 5 سنتي زائد العرض 2 سنتي، 2 و 5 7 في 2 يساوي 14 سنتي، يعني الطول زائد العرض في 2. طب لو عايز أعرف مساحة المستطيل، مساحة المستطيل عن طريق الطول في العرض، 2 في 5 يساوي 10 سنتيمتر، وما نساش مربع، الاتنين دي معناها مربع. المصطلح الثالث المحيط، يمكن قياسه لأي مضلع، أي مضلع ممكن أقيس له المحيط بتاعه. هو قياس خطي يسجل بوحدة قياس كل ضلع، يحسب بجمع أطوال أضلاع الشكل الأربعة، وممكن أقول هو طول الخط الذي يحد الشكل من الخارج، وهنعرف الكلام ده إن شاء الله بالتفصيل عن المساحة وعن المضلع في كتاب التلميذ صفحة 22 الإرشادات. تعاون مع زميلك في حل المسألتين التاليتين: استخدم الأشكال التي تفضلها لتمثيل الأعداد المجهولة، ثم حل المسألتين، اكتب مسألة لتوضيح طريقة حلك، اشرح طريقة حلك تحت المسألة. المسألة الأولى: افترض أنك تبني سياجا حول حديقة جارك المربعة التي يزرع فيها الخضار، بناء على الصورة الموضحة ما طول السياج التي تحتاج إليه بالأمتار؟ استخدم ما تعرفه بالفعل عن أضلاع المربع لمساعدتك على حل المسألة. هستخدم أضلاع المربع عشان أحل المسألة،
اولا هو طالب مسألة المحيط، عايز اعرف المحيط ومديني طول ضلع واحد فقط، والمربع جميع اطواله متساوية، يعني ضلع 5 امتار، اذا كل الاضلاع 5 امتار، 5 متر 5 متر 5 متر، تمام. طيب عايز اعرف محيطه او مسألة المحيط، المحيط في المربع نقول طول الضلع في 4، يبقى محيط المربع طول الضلع في 4، الضلع طوله 5 سنتي، هضرب في 4، مسألة المحيط هتكون 5 في 4، تمام. طب 5 في 4 بكام يا ابطال؟ هكرر 5 4 مرات، 5 10 15 20، اذا 5 في 4 يساوي 20 متر، محيط المربع 20 متر. نشوف المسألة رقم 2 في كتاب التلميذ صفحة 22. قرر جارك أن يعبر عن امتنانه لك بمساعدتك على زراعة حديقة مستطيلة وإحاطتها بسور، لذلك أعطاك 24 مترا من السياج المتبقي لديه. افترض أنك تريد أن يكون طول حديقتك 10 أمتار، فما عرض الحديقة التي يمكن إعدادها؟ طبعا الحديقة هتكون بالشكل ده، مستطيل، عبارة عن مستطيل، وأنا عايز أعرف محيط هذا المستطيل، ومديني طول المستطيل 10 متر، والعرض مجهول، الطول معلوم ولكن العرض مجهول. عايز أعرف محيط المستطيل زي ما احنا عارفين الطول زائد العرض في 2، ده المحيط عايز أعرفه عن طريقة دي. طيب أنا العرض عندي مجهول، إذا أنا كده عرفت الطول 10 متر، أما العرض مجهول. مسألة المحيط هتكون الطول زائد العرض، يعني هكتب المحيط 24 متر يساوي الطول اللي هي 10 زائد العرض مجهول، هعبر عنه بمستطيل. هو قال لي عبر بأي شكل تفضله، أنا هعبر عن المجهول بمستطيل، 10 زائد العرض المجهول في 2. طيب عايز أعرف المجهول، هعرفه عن طريق حاجة اسمها نصف المحيط. أنا عندي المحيط 24 متر، طيب نصف ال 24 ممتاز 12، يبقى نصف المحيط ناقص الطول، نصف المحيط ناقص الطول، المحيط كام؟ 24، نصف ال 24 ممتاز 12، 12 ناقص الطول، الطول 10، يبقى 12 ناقص 10 يساوي 2، إذا العرض يساوي 2 متر، تمام. نقولها تاني، المسألة بتاعتي عايز أعرف محيط المستطيل عن طريق الطول زائد العرض في 2، طب أنا العرض معرفوش، هعرفه عن طريق نصف المحيط، المحيط 24، نصفه 12، ناقص الطول، الطول 10، يبقى 12 ناقص 10 يساوي 2، إذن العرض يساوي 2 متر. ممكن أحلها بطريقة أخرى، المحيط ناقص الطول في 2، يعني إيه الكلام ده؟ يعني المحيط 24 ناقص الطول في 2، الطول 10 في 2 يساوي 20، يبقى 24 ناقص 20 يساوي 4، 4 على الـ2 يساوي 2، إذن العرض يساوي 2. نشوف المسألة الثانية في كتاب التلميذ في صفحة 23. الإرشادات: حل المسائل التالية بمفردك، استخدم الأشكال التي تفضلها لتمثيل الأعداد المجهولة، اكتب مسألة لتوضيح طريقة حلك، اشرح طريقة حلك تحت المسألة. يعني زي ما قلنا التلميذ هيستخدم الأشكال اللي يفضلها لتمثيل الأعداد. ادي الشكل الأول، مستطيل عبارة عن بعداه 8 سنتيمتر والبعد الثاني 4 سنتيمتر، يعني الطول 8 سنتيمتر والعرض 4 سنتيمتر. المسألة هتبقى ايه ابطال؟ انا عارف محيط المستطيل هجيبه عن طريق الطول زائد العرض في 2، يعني 8 زائد 4 في 2، مسألة المحيط هتكون بالشكل ده، 8 زائد 4 في 2. طب يلا يا ابطال، 8 زائد 4 في 2، 8 زائد 4 يساوي 12، 12 في 2 يساوي 24 سنتيمتر، إذا محيط هذا المستطيل 24 سنتيمتر. المسألة رقم 2 يا أبطال في كتاب التلميذ أيضا صفحة 23. المحيط يساوي 20 سنتي والأضلاع مجهولة، أنا عايز أعرف طول الضلع عشان أعرف أجيب المحيط، لأن المحيط ما أعرف عن طريق طول الضلع في 4، محيط المربع يساوي طول الضلع في 4، طيب أنا عايز أعرف طول الضلع، إذا مسألة المحيط هكتب 20 يساوي طول الضلع اللي هو المجهول في 4، أنا قلت هرسم بدل العدد المجهول مستطيل، يبقى 20 يساوي مجهول في 4، المجهول اللي هو طول الضلع. المحيط كام يا أبطال؟ المحيط 20 سنتيمتر،
وهو المربع كم ضلع؟ 4 أضلاع. طب ما تيجي نقسم 20 على 4، يعني نقول المحيط اللي هو 20 على 4، 20 على 4 يساوي، ممتاز، كم في 4 يساوي 20؟ 5. يبقى 20 على 4 يساوي 5. إذن طول الضلع يا أبطال 5 سنتيمتر، طول الضلع 5 سنتيمتر. وممكن أحلها بطريقة أخرى، أنا عارف إن محيط المربع طول الضلع في 4، أقول كام في 4 يساوي 20. لو مش عارف كام في 4 يساوي 20، هعد بالقفز 4 لحد ما أوصل لل 20. 4 8 12 16 20، يبقى عدت 5 قفزات لما وصلت 20. اذا 5 في 4 يساوي 20، طول الضلع يساوي 5 سنتي. الشكل الثالث، المحيط يساوي 22 والعرض 4 متر. اخلي بالي المحيط 22 متر والعرض 4 متر. اعرف محيط المستطيل ازاي؟ العرض زائد الطول في 2. طب انا معايا العرض بس معايش الطول، هكتب 22 يساوي العدد المجهول اللي هو الطول زائد 4 في 2، الطول زائد العرض في 2، الطول مجهول يبقى زائد 4 في 2. زي ما عملت في المستطيل اللي عدى هعرفه عن طريق نصف المحيط ناقص المرة دي العرض مش الطول، نصف المحيط ناقص العرض. نصف المحيط، المحيط كام يا أبطال؟ 22. نصف المحيط 11 ناقص 4 يساوي، ممتاز، 7. 11 ناقص 4 يساوي 7. 11 اللي هي نصف المحيط والأربعة اللي هي العرض، يتبقى 7. إذن الطول يساوي 7 متر. إذن يا أبطال الطول 7 زائد 4 العرض، الطول 7 زائد 4 العرض في 2 يساوي 22. ولو عايز أتأكد هكتب 7 اللي هي الطول زائد 4 اللي هي العرض، 7 زائد 4 11 في 2 يساوي 22، وده المحيط اللي هو مديه لي 22 متر. تمام، ممكن أحلها بطريقة تانية، المحيط ناقص العرض في 2، المحيط 22، هطرح من المحيط العرض في 2، العرض 4 في 2 يساوي 8. إذن 22 ناقص 8 يساوي 14، 14 على 2 يساوي 7. إذن الطول يا أبطال يساوي 7 متر. مسألة التحدي في درس 66 في كتاب التلميذ صفحة 24 عبارة عن مسألتين. المسألة الأولى 1، ارجع إلى المسائل السابقة واحسب مساحة كل الأشكال ثم اكتب المساحة داخل كل شكل. قبل ما احسب المساحة لازم اكون عارف مساحة المربع يساوي طول الضلع في نفسه. خلي بالي من حرف السين، في مساحة المربع يساوي طول الضلع في نفسه، السين هنا والسين هنا. طب مساحة المستطيل اعرفها ازاي؟ هضرب الطول في العرض تديني المساحة. ادي الاشكال اللي معانا 5 اشكال. اول شكل مربع والضلع بتاعه 5 امتار، زي ما انا قلت طول الضلع في نفسه، الضلع 5، يبقى هضرب 5 في 5. 5 في 5 يساوي كام يا ابطال؟ 25 متر مربع. ما انساش الاتنين اللي اكتبها فوق الميم لان الميم دي علامة المتر، 25 متر مربع. طب الشكل التاني مربع برضه وطول ضلعه 5 سنتي، يلا نضرب الضلع في نفسه، 5 في 5 يساوي 25، ولكن هنا سنتيمتر مربع، 25 سنتيمتر مربع. الشكل الثالث مستطيل، واحنا عارفين مساحة المستطيل الطول في العرض، الطول 10 والعرض 2، يبقى 10 في 2 يساوي 20 متر مربع. المستطيل الثاني 8 سنتيمتر والعرض 4 سنتيمتر، اضرب 8 في 4، مش عارف، عد بالقفز 8 4 مرات، 8 16 24 32، يبقى 8 في 4 يساوي 32 سنتيمتر مربع. المستطيل الاخير 7 في 4، من ما عايز اعرف المساحة يبقى هضرب الطول في العرض، الطول 7 والعرض 4، يبقى 7 في 4. 7 في 4 يساوي كم يا ابطال؟ عد بالقفز 7 14 21 28 متر مربع. احاول اخلي التلميذ يفرق بين السنتيمتر والسنتيمتر مربع والمتر والمتر المربع، واعرفه ان المساحة لابد ان تكون مربع. خدنا قبل كده مساحة المستطيل بالوحدة المربعة، فلازم المساحة تكون وحدة مربعة، سنتيمتر مربع او متر مربع. المسألة التانية في التحدي، احسب مساحة الشكل. انا الشكل اللي امامي عبارة عن مستطيل ولكن ينقصه هذه المساحة، يعني احنا المفروض نخرج من المساحة بتاعت المستطيل هذه المساحة المربعة. طيب هنعمل ايه؟ اولا هشوف مساحة المستطيل، الطول
10 سنتي والعرض 4 سنتي، واحنا عارفين مساحة المستطيل نعرفها عن طريق الطول في العرض، اضرب 4 في 10 او 10 في 4، هنقول مساحة المستطيل 4 في 10 يساوي 40 سنتيمتر، منساش مربع، تمام. ده مساحة المستطيل كلها، كل مساحة المستطيل 40 سنتيمتر مربع. عايز اشيل مساحة المربع من مساحة المستطيل، هعرف مساحة المربع ده كده بيجي مربع معايا، طول ضلعه 2 سنتي وهنا 2 سنتي وهنا 2 سنتي وهنا 2 سنتي، ومساحة المربع نعرفها ازاي؟ طول الضلع في نفسه 2 في 2 يا ابطال، 2 في 2 ب 4، يبقى مساحة المربع 2 في 2 يساوي 4 سنتيمتر مربع. اذا مساحة الشكل يساوي 40 ناقص 4 يساوي 36 سنتيمتر مربع، يبقى مساحة الشكل 36 سنتيمتر مربع بعد ما شلنا هذه المساحة. وممكن نحلها بطريقة أخرى، الطريقة الثانية إن أنا أقسم الشكل اللي معايا إلى ثلاث أشكال بدون هذا الجزء، يعني هرسم خط هنا بقى عندي مربع، وخط هنا أصبح عندي مربع، وهنا مربع، ثلاث مربعات. هسمي الأشكال اللي معايا شكل واحد وشكل اثنين وشكل ثلاثة. الشكل واحد مساحته كام يا أبطال؟ طبعا بقى مربع، هنشوف مساحة المربع، طول 4 وعرض 4، يبقى 4 في 4 يساوي كام؟ 16. اذا مساحة شكل واحد 4 في 4 يساوي 16 سنتيمتر مربع. الشكل 2 2 سنتي، طول الضلع 2 سنتي، 2 يبقى نقول مساحة شكل 2 2 في 2 يساوي 4 سنتيمتر مربع. الشكل الثالث مساحته 4 زي الشكل الاول، يبقى نقول مساحة الشكل الثالث 4 في 4 يساوي 16 سنتيمتر مربع. ونجمع جميع الأشكال، 16 زائد 4 يساوي 20 زائد 16 يساوي 36، إذن مساحة الشكل الكلي يساوي 16 زائد 4 زائد 16 يساوي 36 سنتيمتر مربع، وهي نفس المساحة اللي احنا عملناها قبل كده. اتعلمنا النهاردة إن المحيط هو قياس خطي يسجل بوحدة قياس كل ضلع، يحسب بجمع أطوال أضلاع الشكل 4، أو هو طول الخط الذي يحد الشكل من الخارج. وتعلمنا إن مساحة المربع طول الضلع في نفسه، المربع مساحته طول الضلع في نفسه، ومحيطه طول الضلع في 4. وتعلمنا أيضا مساحة المستطيل أعرفها عن طريق الطول في العرض، يعني مثلا عند المربع 3 سنتي محيطه 3 في 4 يساوي 12، طب مساحته طول الضلع في نفسه، والمستطيل البعد الأول اللي هو العرض 3 والبعد الثاني اللي هو الطول 6، عايز أعرف محيطه الطول زائد العرض في 2، 3 زائد 6 9 في 2 يساوي 18، ده المحيط. أما المساحة الطول في العرض 3 في 6 يساوي 18. بكده إن شاء الله نكون قد انتهينا من درس اليوم. إن عجبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.